خليني في البداية نشكر جميع الحضور، السيد رئيس المجلس الوطني ورئيس حملة الاستفتاء السيد غيث التونسي، الإخوة والأخوات الإعلاميين والإعلاميات، وضيوفنا الكرام على تلبية الدعوة. الندوة الصحفية هذه تجي في ظرف دقيق تعيشه الجمهورية التونسية، واللي مش نحكيو فيها على زوز محاور أساسية. لا بروميير بارتي باش تكون على موقف الحزب من نص مشروع الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022. لا دوزيام بارتي باش نتعرضوا فيها للاخلالات اللي نشوفوا الاخلالات هذه خطيره جدا قاعدين نعيشوا فيها قبل ومن بدايه حمله الاستفتاء. نبداو بالمحور الاول. هنا خليني نذكر بحاجه ان موقف حزب الشعب يريد قبل 25 جويلية 2021 وقبل بداية هذا المسار أن كل الشرعيات قد سقطت منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات، وكنا دعينا بعديد المناسبات إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، وطالبنا وكنا واضحين في ذلك أن أي تأسيس جديد ما يكون كان بعد انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. لهنا زاد فما حاجة نحب نوضحها ويمكن تفاجئ. نحن كحزب الشعب يريد رانا متفقين مع السيد رئيس الجمهورية في شنو؟ متفقين مع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في التشخيص، لكننا نختلف معاه في الحلول. نحن متفقين معاه كل الاتفاق أن الدولة وصلت إلى أزمة كبيرة، وكان لابد من تغيير شامل في تسيير دواليب الدولة وفي إدارة الشأن العام، وكان لازم زادة مراجعة جميع التشريعات. نحن زادة متفقين اللي العشر سنين اللي فاتوا كانوا من أحلك العقود اللي مرت بهم البلاد، استشرى بهم الفساد المحسوبية وانعدام الكفاءة والاقتصاد الرائع. لكن ها وفاش نختلفوا مع السيد رئيس الجمهورية. حزب الشعب يريد يختلف مع السيد رئيس الجمهورية في طريقة معالجة هذه الأزمة، ورغم أن المسار كان مسار فردي تسلطي قائم على افتكاك السلطة منذ 25 جويلية 2021 وما تلاه من مراسيم رئاسية، ومع ذلك قلنا خلينا نزيدوا نستنيوا شوية وخلينا نشوفوا النسخة النهائية لمشروع الدستور، لعل وعسى يكون دستور ضامن للحقوق والحريات ولدولة القانون والمؤسسات. لكن الحقيقة ما تفاجئناش ياسر كي شفنا أن نص الدستور المعروض على الاستفتاء مخيب للأمال، مخيب لأمال الشعب التونسي، وهو باش نحكيه لكم ونبينه لكم أهم النقاط اللي خلات حزب الشعب يريد يعارض هذا المشروع. مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء هاو شفنا فيه؟ لقينا فيه اختلال كبير في التوازن بين السلطات، خاصة بين السلطة التنفيذية من جهة والسلطة التشريعية والقضائية من جهة أخرى، حيث يؤسس مشروع الدستور لنظام رئاسوي بصلاحيات واسعة ومطلقة لا يخضع بها رئيس الجمهورية للمساءلة ولا للمراقبة، وهو ما يبعث على الخوف من أن يحتكم رئيس الجمهورية لكل هذه السلطات لإنشاء نظام كلياني فردي يعود بالتونسيين إلى حقبة الدكتاتورية، ونخلي عموم الشعب التونسي يتصوروا ياخذوا أي شخصية من الشخصيات الموجودة اليوم في الساحة السياسية ويتصوروها هي رئيس جمهورية بالانتخابات القادمة اللي مازلنا ما نعرفوهاش وقتاش بالصلاحيات هذيك، ونشوفوا مع بعضنا شنو تنجم تعمل بالبلاد. النقطة الثانية هي غياب مبدأ الفصل بين السلطات، بما أن رئيس الجمهورية منح لنفسه السلطة التشريعية في عديد الحالات مثل حالة العطلة البرلمانية وأيضا في حالة حل مجلس النواب، كما يمكن للسيد رئيس الجمهورية حل البرلمان في حال تقديم هذا الأخير للائحة لوم ضد الحكومة، إضافة إلى الشروط التعجيزية لتقديم هذه اللائحة والتي يجب أن تحظى بأغلبية الثلثين، في حين أن أغلب التجارب المقارنة تكتفي بالأغلبية المطلقة فقط. النقطة الثالثة هي الإضعاف المقصود للسلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية، ما
من خلال ضرب شرعيتها الانتخابية والاعتماد على طريقة انتخاب غير مباشرة بعد حذف التنصيص على أن تكون طريقة انتخاب مجلس نواب الشعب مباشرة وسرية وترك فراغات قانونية ليتم استغلالها بالقانون الانتخابي الجديد قصد فرض مشروع سياسي فردي. النقطة الرابعة التضارب بين الفصول من خلال تسترد بعض الفصول لتطبيق مقاصد الشريعة في حين تقر فصول أخرى بحرية الدين والمعتقد والضمير، وهو ما يطرح تساؤلات حول حرية بعض الأقليات الدينية في المجتمع التونسي التي ستكون ملزمة بتطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية. الفصل الخامس من الدستور من مشروع الدستور اللي يقول حرفيا تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف بالحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. أي والأقليات الدينية والأقليات الأخرى الموجودة اليوم في البلاد التونسية اللي هم التوانسة كيفنا كيفهم، عندهم صفة المواطنة، هم مواطنون درجة أولى وعندهم معانا نفس الحقوق والواجبات، هذوما لازمنا سيدي نطبق عليهم مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية. من زائد عنا نقاط أخرى، مشروع الدستور هذا منح الدولة سلطة المحافظة على الآداب العامة وما به من تحديد للحريات الفردية والعامة حتى لهنا حرية الإعلام وحرية الصحافة، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأويلات خطيرة تكون مدخلا لتيارات دينية متشددة في المستقبل تعتمد هذه الأصول للعودة بنا للوراء باعتماد تأويلات ضيقة. ويعتبر هذا التوجه الخطير سابقة في الدساتير المعاصرة وآلية لم تعد موجودة سوى في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد تنقيح سنة 1989، كما يعتبر تراجعا صريحا عن مكتسبات الدولة المدنية التي أقرت في دستوري 1959 ودستور 2014، كما يلغي مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء باب الهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري اللي هي اليوم بالاتفاق مع ليزي قاعدة تنظم في حملة الاستفتاء، لكن بعد 25 جويلية نتمناه أنه ما يتعديش الدستور هذايا باش نلقاو الهيئة هذايا ماهيش موجودة، بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الصحافة والإعلام. مازلنا نحكيه في مشروع الدستور، واليوم بصفة حصرية باش نوريكم في وصول من الدستور الإيراني اللي نلقاوهم اليوم في المشروع بتاع الدستور المعروض على الاستفتاء واللي اتاخدوا براتيكمون كما هم. نجموا تتابعوا معنا على شاشة العرض، نلقاو المادة 10 من الدستور الإيراني. لما كانت الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع الإسلامي فإن الغاية من جميع القوانين والقرارات والبرامج المرتبطة بالأسرة هي تيسير بناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتمتين العلاقات العائلية على أساس القانون والأخلاق الإسلامية. المادة 10 هذه اللي تحكي على الأسرة نلقاها في مشروع الدستور في الفصل 12 اللي يقول حرفيا الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايته. نجيو توا لموضوع الأمة الإسلامية اللي نلقاها كما تشوفوا في المادة 11 من الدستور الإيراني واللي فيه إيحاء لولاية الفقيه اللي يقول وفقا للآية الكريمة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يشكل المسلمون أمة واحدة ويتعين على حكومة جمهورية إيران الإسلامية صياغة سياساتها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها ومواصلة السعي لتحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية للعالم الإسلامي. نلقاه فصل شبه له وعنده نفس المعنى اللي هو الفصل الخامس من مشروع الدستور اللي يقول
تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. نحب نزيد تشوفوا معايا، ونعتبر النقطة هذه مهمة والمادة هذه مهمة، اللي هي المادة 7 من الدستور الإيراني. المادة هذه تقول: تبقى لما ورد في القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد، وتشمل هذه المجالس مجلس الشورى الإسلامي ومجالس شورى المحافظات والمدن والأقاليم والمناطق والقرى وأمثاله. ويبين الدستور والقوانين الصادرة بموجبه طبيعة مجالس الشورى وكيفية تشكيلها ونطاق صلاحياتها ووظائفها. هذايا يذكرنا بالفصل 56 من مشروع الدستور، اللي يقول حرفيا: يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثاني يسمى المجلس الوطني للجهاد والأقاليم، اللي هو بدون القهوة في إيران اسمه مجلس شورى المحافظات والمدن والأقاليم. مازلنا ما كملناش، نشوفوا لهنا مع بعضنا المادة 8 من الدستور الإيراني، اللي هي زادة ما تبعدش برشا على الفصل 55 اللي يحكي على الأداب العام. مادة 8 من الدستور الإيراني تقول: تعتبر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جمهورية إيران الإسلامية مسؤولية جماعية ومتبادلة على جميع الناس ممارستها بعضهم تجاه بعض، وتتحملها الحكومة أمام الناس والناس أمام الحكومة. ويبين القانون شروط ذلك وحدوده وكيفيته. فصل 55 من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية يقول: لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الأداب العام. نجيو للمادة 22 من الدستور الإيراني، اللي هي كيف براتيكمون هي بدها الفصل الخامس من مشروع الدستور. المادة 22 تقول: شخصية الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من الانتهاك إلا في الحالات التي يجوز القانون. نلقاو هذا موجود في الفصل الخامس من الدستور. وبناء على كل هذا وأمام كل هذه الإخلالات والانحرافات الخطيرة الواردة في مشروع دستور الجمهورية التونسية المطروح للاستفتاء، فإن حزب الشعب يريد قرر المشاركة في حملة الاستفتاء من خلال دعوة الشعب التونسي إلى التصويت بلا وإسقاط هذا المشروع التهمي. نتعدى مباشرة للمحور الثاني، ولهنا نحب نعلمكم أن حزب الشعب يريد قام بتركيز خريطة رصد، وهو مش نحيل الكلمة للسيد غيث التونسي رئيس المجلس الوطني، مش يعرض لكم شملة من الإخلالات التي تم رفعها من قبل هذه الخريطة. تفضل غيث. مرحبا بكم. كيف حكى الناطق الرسمي لحزب الشعب يريد السيد عبد الهادي الحمزاوي، قمنا منذ موافقة شهر جوان بتركيز خلية الرسل لمتابعة سير حملة الاستفتاء. علاش قام حزب الشعب يريد بتركيز خلية الرسل على هذا السؤال؟ نتصور انه برشا باش يسألوه. نعرف الكل مع بعضنا الظروف اللي صار فيها اللي باش يصير فيها الاستفتاء هذا، وما ننساوش انه تركيبة الهيئة تم تغييرها قبل اقل من شهرين، وقعدوا يستنوا في مرسوم دعوة الناخبين. واليوم النجم يقول لكم بالرغم من المجهودات الجبارة اللي قاعدة تقوم بها الهيئة، إلا أن الوضعية أقل ما يقال عنها أنها كارثية. نعلمكم مثلا أن هيئة الانتخابات لم تتمكن من فحص قائمات تزكية الأشخاص الطبيعيين اللي عيننا فيهم دي دوبلون، يعني نفس الشخص نلقاه مزكي أكثر من مشارك في الحمل. نلقاو زادة انه الهيئة مازالت في التوى ما تلبتش اعوان كافيين لرصد الفضاء المفتوح، حتى غرفة العمليات اللي تقبل الشكاوي مازالت ما حضرتش. حاجة اخرى،
تعويل الهيئه اللي المفروض يراقبوا فضاء التواصل الاجتماعي هما بيدهم مقرهم مازال ما حضرش. نجيب توا الاخلالات اللي ريناهم في الايام هذه كيما تشوفوا في التصاور. الحاجه الاولى هذه كهرباء تم معاينتها في الضاحيه الشماليه تعمل في حمله دعائيه نهار 2 جويليه يعني يوم قبل الانطلاق الرسمي لحمله الاستفتاء واعلمنا الهيئه بذلك كتابيا. توا باش نمشيو للماء اخضر. ثانيا عيننا في اليوم الاول استغلال المؤسسات التربويه في الحمله. التصويره اللي قدامكم هي لشخص طبيعي من المشاركين في حمله الاستفتاء قام باستغلال احدى دور الشباب بجهه منوبه للقيام باجتماع في اطار الحمله ومعاه كما نشوفوا السيد شفتر. لهنا باش نسوق معلومه مهمه انه بعض الساده الولاد قاعدين يضغطوا على المندوبين الجهويين للشباب والرياضه لاستغلال فضائيات دور الشباب في حمله الاستفتاء. ما يفوتنيش زاده انه نحيي الساده المندوبين رفضوا رفضا تاما لذلك وذكروا الساده الولاد بالقانون الانتخابي اللي يمنع استغلال موارد الدوله في الحملات الانتخابيه. موضوع اخر نطلب منكم انكم تبحثوا فيه معنا. عندنا اخبار تخص ولايه بالوسط الغربي انه تم صرف الاعتمادات المخصصه لدعم الانشطه الثقافيه للجمعيات بالتوازي مع انطلاق الحمله ونطالب مراقبي المصاريف العموميه بفتح تحقيق جدي في مآلاتها. لهنا نحب نبعث رساله لكل المسؤولين وخاصه منهم الساده الولاد اللي رانا باش نتابعوا الحمله الانتخابيه ورانا باش نشهروا كل تجاوز وكل استغلال لامكانيات الدوله في حمله الاستفتاء. نقطة أخرى خطيرة نحب نشيروا لها هي الأشخاص الطبيعيين المشاركين في الحمل. للأسف البدعة هذه باش تتسبب في عديد الكوارث. وهنا نشوفوا منذ البداية الحملة في أشخاص طبيعيين كما نشوفوا في الباوربوينت أشخاص طبيعيين ينظموا في اجتماعات وين مجال في المجال دون إعلام الهيئة وما فماش مراقبة مالية عليهم وما همش قاعدين يقيدوا بالقانون الانتخابي اللي هو معمول اصلا للاشخاص المعنويين كما الاحزاب والجمعيات. وماناش عارفين كيفاش الهيئه باش تراقبهم طيله فتره الحرب. هاني باش نعطيكم مثال صغير نلقاو جمعيه اللي هي جمعيه مليون مراه ريفيه وبدون ارض من ولايه سليانه واللي هي متحصله على الموافقه للمشاركه في الحمله. لكن الجمعية هذه قاعدين نشوفوا في أشخاص طبيعيين من التنسيقيات المحسوبة على السيد رئيس الجمهورية قاعدين ينظموا في اجتماعات اسمها وقاعدين يستعملوا زيادة في شعار الحزب الشعبي يريد لإرباك الناخبين وكيف إرباك الناخبين وكيف تسأل الهيئة تسأل كيف الهيئة تسأل الجمعية تقولها راهم ما همش اجتماعاتي ولا نظمت لا في حمام الألف ولا في سليانة. نلقاو زيادة أشخاص طبيعيين أخرين قاعدين يشاركوا في الحملة دون الحصول على ترخيص وهذا يعني بدون مراقبة. نحب نعلمكم أن كل هذه الإخلالات وغيرها قدمنا فيهم بلاغات لهيئة الانتخابية اللي تفاعلت مشكورة مع شكوينا الأولى بخصوص استعمال شعار الحزب. لكن ولحد اليوم لحد اليوم الصباح ما زالت ما فما ناس تستغل في شعار حزب الشعب يريد قصد ارباك الناخب. بالله خلينا نحل القوس لهنا انه اثر الشكايه اللي تقدم بها الممثل القانوني لحزب الشعب يريد يوم 30 جوان 2022 حول تعمد بعض الاطراف اعتماد رمز مطابق لرمز الحزب وهو ما يتنافى مع احكام الفصل 13 من قرار الهيئه عدد 14 لسنه 2022 والمؤرخ في 13 جوان 2022 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في الحملة. وبعد أن تم إعلامنا رسميا من قبل مجلس الهيئة أنه تم التنبيه على الجهة المعنية بضرورة تغيير الرمز وذلك في أجل أقصى 24 ساعة فوجئنا
بحملة ممنهجة استهدفت قيادات حزب الشعب يريد من بعض الصفحات والحسابات الفيسبوكية المحسوبة على جهات معلومة، وصلت حتى التهديد بالقتل، وهذوما ديجا أمثلة معناها من مئات التهديدات. نحب الحقيقة التهديدات هذه ما تخوفناش، نحن ملاكة ومالي البلاد، وماناش طالبين لا حماية ولا حتى شيء من وزارة الداخلية. مشكورين الهيئة القانونية للحزب اللي قاعدين يخدموا على الموضوع، وفما مسار قضائي باش نتبعوه. حاجة برك نحب نقولها، ندعو جميع الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء الالتزام بقيم الديمقراطية، خاصة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، وراهي السفينة كي تغرق بالناس الكل. قبل لا نختم نحب نقول لكم اللي احنا تقدمنا بملاغات الهيئة، لكن إذا تواصلت هذه التجاوزات وهذا العبث دون رد حاسم من الجهات المعنية، فخليني نعلمكم رسميا أن قرار الانسحاب من الحملة هو في طور الدرس داخل مؤسسات الحزب. نحيل الكلمة توا خويا عبد الهادي الحمزاوي الناطق الرسمي باسم حزب الشعب الوليد للإجابة على تساؤلاتكم، وشكرا. شكرا غيث. حاولنا انه نعرفوا انه ما عندناش برشا وقت، مادامنا بدينا في حمله الاستفتاء، نعرفوا انه عندكم الوقت اللي لازمكم تحترموه في مؤسساتكم الاعلاميه في العباد اللي باش تقول نعم والعباد اللي تقول لا، دونك زوز محاور حاولنا نحكي فيهم. كان عندكم بعض الاسئله تنجموا توجهوها. ميكرو غيث تعطيك. مشكلة احنا بنسمعوا لك بس خليني نسمع. حبيت نفهم المقارنة اللي عملتوها على الدستور الإيراني، هو معناتها تعمل مقارنة زادة مع دستور بتاع فرنسا ولا السويد، تنجم تعمل نفس الحكاية، تنجم تطلعها في ديساتير بتاع العالم الكل، ما فهمتش علاش ركزوا على إيران بصفة خاصة. شكرا. كان تعمل زي جست نسمع بعضها. هو سيادتك كمختص في الإعلامية يقول لك فما حاجة اسمها بلاجيال، وقت اللي واحد باغ اكزومبل يقدم دي اف او ولا يقدم ميموار ولا يعمل حتى تقرير صحفي يحطوه في لوجيسيال نجموا نلوجوا على البلاجيال، شنو الحاجات اللي يصير فيها تكرار واللي قاعدة تتعاود ولا الجمل اللي تتاخذ كما هي وتكون فيها ريدوندونس. وقت اللي حطينا مشروع الدستور على اللوجيسيال هذا هو اللي خرج لنا وحده الدستور الايراني، هو اللي خرج لنا المواد هذيك اللي فيها براتيكمون نفس الكلمات. لكن تلقاها بنفس الحصول حتى في الدستور الايراني. تصور شو؟ الوحده العائليه اللي هي نوايوف تلقاها فرطوه في العالم كله. يعطيك الصحه، شكرا. يبقى فما اسئله اخرى؟ الاداره السنيه. يعطيكم الصحه.